السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج الحدث. الحدث تقريبا معروف، هو الذي سيطر على المدة الماضية تقريبا ولا زال يسيطر في الرأي الوطني، وحتى يعني بالتساؤلات المطروحة حول إفريقيا ومصير الدولة الصحراوية وما كانت الدولة الصحراوية. فهناك من يقول أن الدولة الصحراوية ولعقود كانت يعني منذ انسحاب المغرب 84 وهي موجودة بالاتحاد الإفريقي، تنسق، تعمل، تشارك في كل شيء، والآن مع دخول المغرب يعني بدأ شيئا ما يتأثر، تتأثر مكانتها. وهناك رأي آخر يقول أن بالعكس، هذا عزز مكانة الدولة الصحراوية، وأن كفاح الدولة الصحراوية ونضالها هو الذي أتى بالمغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليعني إرغامه على قبول الحل الإفريقي، وهو تقرير مصير أو تصفية الاستعمار بآخر مستعمر إفريقي. يعني حديث هنا وهناك عن موضوع الدولة الصحراوية والاتحاد الإفريقي. نريد مشكورا أن يعني نتطرق إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر لتوضيح الرؤى والإجابة على التساؤلات المطروحة. ومعي مشكورا كما قلت الأخ عضو الأمانة الوطنية وزير الخارجية الأخ محمد سالم السلك. أهلا وسهلا بك الأخ محمد سالم. موضوع إفريقيا موضوع يعني منذ مدة تقريبا منذ يناير من هذه السنة، وهو يعني على الساحة يعني في تساؤلات حول ما الخلفية من انضمام المغرب، لماذا هذا اللهث يعني وهذا يعني الدفع يعني من المغرب من أجل الانضمام للاتحاد الإفريقي، ما هي أهدافه، لماذا رهن بكل شيء، وقع على كل شيء من أجل الانضمام للاتحاد الإفريقي. لابد أن هناك نوايا. هناك من يقول أن الانضمام كان لأهداف أخرى ليست للمغرب وحده، وإنما هناك أيضا أطراف أخرى خارجية مثل فرنسا تهدف إلى مثلا تقسيم الاتحاد الإفريقي أو التشويش على الاتحاد الإفريقي أو تكسير وحدة وتمسك الاتحاد الإفريقي بقانون تأسيسي من أجل أهداف أخرى قد تكون يعني جمع شتات الدول الفرنكوفونية أو الدول الخاضعة لفرنسا من أجل حماية مصالح فرنسا. وظهرت نتائج، و خلال هاي السنة يعني عرفت عدة معارك. نريد أن نفهم منكم بالضبط بعد عام تقريبا إلا شهر من انضمام المغرب، خلاصات أو خلفيات التي يعني جعلت المغرب يلهث وراء الانضمام للاتحاد الإفريقي ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أولا أن أمتاز الفرصة ليحيي جماهير الشعب الصحراوي أنا ما كانت، وخاصة جماهير شعبنا في الأرض المحتلة، وأحيي أبطال وبطلات الانتفاضة. ونحن نجتمع هذا اليوم وفي هذه الحصة نريد أن نشيد بنضالات شعبنا، وبصفة خاصة معتقلين السياسيين 57 معتقل وزعهم المغرب المحتل المغربي إلى 11 سجن، فرق النشطاء والمعتقلين، 10 داخل التراب المغربي وسجن الأكحل في العيون. هذا دليل أن الشعب الصحراوي عنيد، والشعب الصحراوي سواصل كفاحه مهما كانت الظروف، ويقبل بالسجون ويقبل بالمؤبد وبالأحكام القاسية الجائرة. المغرب ينتهك في هذا حقوق الإنسان، والمغرب ينتهك في هذا كون دولة محتلة وتحاكم الصحراويين خارج بلدهم وتمنعهم من تبعدهم عن عائلاتهم، وكذلك تحكم عليهم بأحكام جائرة في داخل التراب المغربي وتوزعهم حتى في عدة سجون مغربية. المهم أن فيما يخص العمل الدبلوماسي والمعركة على الصعيد الإفريقي، لابد أن نقول أنه ومنذ 1975 والمعركة محتدمة مع المغرب على الصعيد الدبلوماسي إلى جانب المعركة العسكرية. في المعركة الدبلوماسية يجب أن نقول أن هناك مساران. مسار المعركة حول السيادة، إعلان الجمهورية الصحراوية سنة 1976 من طرف الشهيد الولي كانت ليست فقط من أجل سد الفراغ الذي تركته إسبانيا الدولة المديرة للإقليم، ولكن هو لقفل الباب أمام الحلول التي تمس من السيادة، الحلول المستقبلية التي قد تمس من السيادة. ومن هنا كانت المعركة حول الاعتراف بالدولة الصحراوية وحول انضمام الدولة الصحراوية إلى منظمة الوحدة الإفريقية في ذلك الوقت. إذن هناك مسار معركة على السيادة، وهناك التعاطي مع الأمم المتحدة. إذن هناك مساران، هناك جدلية بين المسارين، تعاطي مع الأمم المتحدة والمنعرجات التي مر منها، والحل الذي تم التوصل إليه بعد 16 سنة من الحرب، أي
خطة التسوية لسنة 1991 والعرقلة المغربية. هذا مسار. المسار الآخر هو مسار السيادة الشعب الصحراوي على بلده، بالرغم أننا دولة لها بلدها، لها ترابها الوطني ومعترف بها دوليا كتراب، ليس التراب المغربي كما كد ذلك على ذلك محكمة العدل الدولية والمحاكم، كل المحاكم بما فيها المحكمة الأوروبية أخيرا. فإذا المعركة على السيادة هي صلب المعركة الوطنية، وهدف التحرير هو السيادة، سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وبالتالي استقلاله الوطني. هذه المعركة شهدت مراحل عدة، منها الاعتراف بالدولة الصحراوية على مستوى الوحدة الإفريقية. ومن ذلك الوقت والمغرب يحاول أن يضرب في العمق مسألة السيادة، ويضرب في العمق إذن عضوية الجمهورية الصحراوية في الوحدة الإفريقية، باعتبار أن الدولة الصحراوية والاعتراف بها وكونها مكون من الوحدة الإفريقية تشكل عقبة أمام كل الحلول، أن الدولة قائمة موجودة ما فيها نقاش، أشباه الحلول التي يحاول المغرب تمريرها، منها مقولة المغرب بالحكم الذاتي أو أي حل آخر، وأي حل آخر الهدف منه هو مصادرة حق الشعب الصحراوي في السيادة على بلده. إذن هذه المعركة تطورت عندما رأى الحسن الثاني أنه لا يمكن له إيقاف الدولة الصحراوية، وقبل بالاستفتاء في نيروبي 1981 لكي يعرقل انضمام الدولة الصحراوية إلى الوحدة الإفريقية، لأنها في ذلك الوقت تمكنت من الأغلبية التي تخول لها العضوية في الوحدة الإفريقية. كل المناورات التي قام بها الحسن الثاني في ذلك الوقت، وهي مناورة ذكية لأنه الأمم المتحدة تطالب بالاستفتاء وتطالب بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، عندما قبل الحسن الثاني حاول أن يناور لكي يعرقل، إلا أن هذه العرقلة لم تصمد سوى من 81 حتى سنة 1984، عندما رأى المجتمع الدولي وخاصة الإفريقي أن المغرب يناور ولا يريد الذهاب في ذلك الوقت للاستفتاء. عندها تراجعت كل الدول التي سندت المغرب في ذلك الوقت عن موقفها، وقبلت باللائحة 104، وقبلت إذن بعضوية الدولة الصحراوية عندما لم يتمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته التي اتخذها أمام الأفارقة. بعد ذلك وبكل قوة قام الحسن الثاني وقامت الحكومة المغربية بعمل لمدة حتى وفاة الحسن الثاني سنة 1999 بمحاولة الرجوع إلى منظمة الوحدة الإفريقية بالشرط المغربي. الشرط المغربي يتمثل في طرد الدولة الصحراوية من منظمة الوحدة الإفريقية. هذا الموقف المغربي كلف المغرب كثيرا، وأصبح المغرب يعي وحتى في عهد الحسن الثاني أن سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم المغرب، ولكن كذلك جلوس المغرب ملء الكرسي له ثمن. كانوا يظنون أنه، وهنا يجب أن نسطر ونسجل الفرق بين النظرة التي كانت لدى ملك المغرب الحسن الثاني وابنه الحالي محمد السادس. فالحسن الثاني كان متمرس وهو صانع مؤسس المغرب الحديث، ومستشارين من إدريس البصري وريدا قديرة وغيرهم من المستشارين المحنكين الذين لهم تجربة طويلة كانوا يعرفون أن العملية صعبة. حاول الحسن الثاني وكانت محاولة واغادوغو سنة 1998، وبدعم من فرنسا تم تجميد مواقف بعض الدول علاقتها بالدول الصحراوية من الصف الفرنكوفوني، ليست الدول الفرنكوفونية وإنما مجموعة من الدول الفرنكوفونية، وهي لمؤتمر واغادوغو في بوركينا فاسو سنة 1998، ليكون الفرصة التي تضافرت فيها مصالح المغرب وفرنسا وحتى ليبيا في ذلك الوقت القذافي الله يرحمه. وفشلت المؤامرة فشلا ذريعا، واستخلص الحسن الثاني في ذلك الوقت أن هذا الطريق مسدود، وأنه لم يكن مهيئ في ذلك الوقت للجلوس إلى جانب الدولة الصحراوية، لأن ذلك
سيعطي للقضية بعدا دوليا آخرا. وحجة المغرب الأساسية التي هي أن هذا بلدي وهذه أرضي وسيادتي لا يمكن نقاشها، وكل الحلول يجب أن تحترم للمغرب السيادة على الصحراء الغربية. رأى الحسن الثاني أن ربما الوضع الداخلي المغربي ليس مهيئ في ذلك الوقت، وتراجع عن هذا وأصبح يعي أن الحل يجب أن يكون حل الاستفتاء، وهو مات ويقول أن الاستفتاء يجب أن يتم. وشيء أكده بعده كذلك درس البصري عندما كان يقول أن الحسن الثاني حبذ الاستفتاء لأن الاستفتاء هو الحل الذي سيعطي للمغرب السيادة على الصحراء الغربية، أو سينهي الخلاف نهائيا ولا يترك تبعات ولا إرث ثقيل للمملكة ولابنه محمد السادس. المهم أن الظروف الحالية ظروف أخرى، بحيث أن العرقلة المغربية للاستفتاء لمدة 26 الآن 27 سنة مكلفة. من حيث؟ مكلفة لأن الوقت الذي كان كان القصر الملكي يظن أنه سيخدم مشروعه في إنهاء المقاومة الصحراوية والتغلب على إرادة الشعب الصحراوي على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية والدبلوماسية خاصة، رأى أن ذلك ضرب من الخيال، وأن المجتمع الدولي لن يقبل كذلك. إلى جانب رفض الشعب الصحراوي للاحتلال، المجتمع الدولي كما قال بيكر لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. وبالرغم من المؤامرات والتواطؤ من داخل مجلس الأمن وخاصة من طرف فرنسا في عرقلة الاستفتاء، إلا أن كل المنعرجات التي مر منها مخطط التسوية والمفاوضات التي كان المغرب كلما مر يقبل باتفاقية هيوستن ويقبل بكل المقترحات ويرفضها في يتراجع عنها بعد ذلك، رأى أن الفرصة قد تكون توجيه ضربة قاضية للمجهودات المجتمع الدولي عندما طرد المينوسو. إذن هناك مواجهة مفتوحة مع الأمم المتحدة، هذه المواجهة أمام المغرب فيها باب مسدود، لأن القفز على إرادة الشعب الصحراوي والحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال غير ممكن بتاتا. ثم هناك بالإضافة إلى مواجهة المجتمع الدولي هناك كذلك تطورات على الساحة الأوروبية. المغرب الذي حصل بفعل تأييد فرنسي إسباني على وضع متقدم أصبح يعيش مرحلة صعبة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي كما قالت المحكمة لا يعترف للسيادة للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وهناك كذلك مشكل آخر. فهذه الوضعية فرضت على المغرب أن يتخذ قرار بالرجوع وبالانضمام إلى الاتحاد الأفريقي. الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي يعني الظروف تغيرت عن 78 لو قارنا مثلا 98 مع 2016 ولا 2017. 2016 بدأ الحملة تقريبا من خطاب العرش. نعم. خطاب العرش وحتى قبل نعم. خطاب العرش بدأ زيارات. نعم. يعني شنو كان في ظروف أريح يعني في 98 كانت العلاقات مع أوروبا جيدة. نعم. كان الحسن الثاني لازال في يعني في قوته، كانت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية جيدة، كانت فرنسا في موقع قوي آنذاك، واتخاذ القرار في 2016 شنو هو الفرق؟ العزلة. أيوة يعني العزلة التي العميقة التي يوجد فيها المغرب منذ عدة سنوات، منذ رفض محمد السادس سنة 2004 الذهاب إلى الاستفتاء، وقول الحكومة المغربية أن الاستفتاء أصبح متجاوزا، قفل الباب كما الذي دخل الحمام وقفل كل الأبواب والنوافذ وأصبح لا يجد أكسجين داخل متنفس. داخل الحمام. فوصلت به الحال في صراعه مع الأمم المتحدة وفي الصراع القائم على مستوى الاتحاد الأوروبي أن يتوجه إلى أفريقيا، يعني مرغبا ليس خيار، ليس خيار استراتيجي، نتيجة لعزلة تامة ونتيجة لأفق مسدود مهم جدا مظلم جدا معرفة هذا مظلم
اتخذ القرار بمعية مستشاره وربما بدفع من بعض القوى. فرنسا دائما لا شك أن فرنسا في ذلك في لها ذلك دور. في ذلك المخطط الذي كان المغرب في تحليله وفي تقييمه للأمور أن بإمكانه من داخل الاتحاد الأفريقي أن يغير الموازين. الشيء الذي ثبت الآن أنها خطة هوة يعني غير مدروسة. ارتجالية لا تأخذ بعين الاعتبار الموقف الحقيقي للدول الإفريقية. وكان الملك ومستشاريه يظنون أن المغرب بدخوله إلى بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي بإمكانه أن يناور وأن يجد أصدقاء داخل المنظمة يمكن لهم أن يخرجوه من هذه العزلة ويمكن له أن يغيب الاتحاد الإفريقي الذي أصبح موقفه يعني يتصاعد. وخاصة أن الاتحاد الإفريقي وهذا للتذكير هو الضامن إلى جانب الأمم المتحدة لمخطط التسوية لسنة 1991 الذي تم التفاوض حوله لمدة سنوات من 1985 إلى سنة 1991، والجبهة والمغرب يتفاوضان تحت رعايتي تحت إشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية. فإذا الاتحاد الإفريقي أحتاج توضيح، يعني كلام كبير هذا، يعني خطة خيار المغرب للعودة للاتحاد الإفريقي أو للانضمام للاتحاد الإفريقي هو خطة هواة كما قلتم، خطة ارتجالية لا تأخذ بعين الاعتبار المواقف الحقيقية للدول. يعني هذا كلام كبير جدا. المغرب يروج على أن الأنظمة الإفريقية تغيرت وأن هناك جيل من شباب جديد هو الذي يحكم إفريقيا يبحث عن مصالح دوله، وربما قد يجد فيما يسمى باستثمارات الملك أو مساعدات الملك وفرنسا إلى غير ذلك حلولا. لماذا أسميتم الخطة خطة هواة وخطة ارتجالية؟ أولا لأن التضامن مع الدولة الصحراوية تضامن قوي. اثنين، أن أفريقيا والاستقلال الإفريقي، استقلال الدول الإفريقية والتحرر الإفريقي مبني على مبدئين يركزتين أساسيتين. الأولى هي حق جميع الشعوب الإفريقية في تقرير المصير والاستقلال، وهذا معترف به للشعب الصحراوي. اثنين، أن المغرب بعدم احترامه لحدود الجمهورية الصحراوية أو لحدوده، لحدود المغرب موروث الاستعمار، لحدود القائمة عند الاستقلال. هذا المبدأ الذي تمت المصادقة عليه في القاهرة، قمة القاهرة سنة 1984، هو مبدأ وهو قرار وليس مبدأ من مبادئ ميثاق منظمة يعني الوحدة. قرار ملزم، لكن هذا القرار، هذا المبدأ الذي كان قرارا فقط أصبح الآن مع قيام الاتحاد الأفريقي مبدأ من المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد القانون الأساسي. من القانون الأساسي. فإذا المغرب، ولماذا قلت أنه قرار له صبغة هواة؟ لأن المغرب كان يظن أنه بإمكانه سنة 1916 إعادة سيناريو 1998، إعادة المناورة التي نظمها الحسن الثاني بذكاء في وغادوغو سنة 1908، عندما أتى بتآمر مع الدولة المضيفة بوركينا فاسو بليس كومبارو في ذلك الوقت، وبمساندة من فرنسا التي فرضت على بعض الدول الفرنكوفونية في ذلك الوقت تجميد علاقتها بالدول الصحراوية، وهي أكل الظروف والمناخ لرجوع المغرب على حساب الدول الصحراوية بطرد الدول الصحراوية. فشل ذلك المخطط. حاول محمد السادس إعادته بالقفز على ما كان قد اتخذ الاتحاد الأفريقي من قرارات، وخاصة الميثاق التأسيسي، ففشل في كيغالي عندما حضر الملك للقدوم إلى القمة، قمة كيغالي، وحضر مجموعة من الدول التي تؤيد رجوع المغرب، لكن أوهم المغرب أن الدول التي تحبذ رجوعه إلى الاتحاد الأفريقي وتؤيد 28، قال أنها في ذلك 28 دولة تريد
وتؤيد موقف المغرب بطرد الدولة الصحراوية، وهذا كذب على الرأي المغربي، وكذلك محاولة لأهم الرأي العالمي أن هناك 28 دولة تريد طرد الدولة الصحراوية، وهذا كذب وتزوير على الإطلاق، لأنه في ذلك الوقت في كيغالي الدعاية المغربية كانت تحاول أن المغرب يدخل بدون المصادقة على الميثاق التأسيسي، وأن يأتي المغرب بشروطه وليست بشروط الاتحاد الأفريقي. عندما تأكد أن المؤامرة فشلت، الغريب هو قراره في قبول شروط الاتحاد الأفريقي بالتوقيع والمصادقة من طرف البرلمان الذي شكل في يوم واحد، الذي في ظروف لا توجد في حكومة ولا توجد أغلبية، البرلمان المغربي بكل أحزابه بما فيها الأحزاب التي تزايد على القصر بالوطنية والوحدة الترابية بين مزدوجتين، قبلت بشرط الاتحاد الأفريقي الذي هو أن الدولة التي تطلب العضوية يجب أن تكون لها حدود، لا يمكن قبول دولة بدون حدود. الدولة كما يعرف القانون الدولي هي شعب وإدارة وبالتالي سلطة حكومة وأرض، أرض بالتالي مجال جغرافي منين هو محدد. المغرب قبل بتوقيعه على الميثاق التأسيسي وبمصادقة البرلمان المغربي على الميثاق التأسيسي، المغرب قبل بذلك أنه قبل بحدوده المعترف بها دوليا، وهذا ما يريده الشعب الصحراوي وما تريده إفريقيا. وكانت سهولة دخول المغرب في يناير عندما أكد للاتحاد الأفريقي أنه يقبل، وأتى الملك محمد السادس بخطاب أنه يريد المساهمة في التنمية وأنه يريد المساهمة في السلام وأنه يقبل وأنه يرجع إلى العائلة الإفريقية. فاستبشر العديد من الدول خيرا، وكان قبول المغرب كان بالإجماع بما في ذلك الدولة الصحراوية. تذكر في ذلك النقاش في يناير أن الرئيس الجابوني مثلا عندما رأى انتقادات قوية للمغرب من طرف غالبية الدول التي تقول أن المغرب محتل وأن لا المغرب لا يتوفر على الشروط التي تمكنه من الانضمام لأنه بلد يحتل أجزاء من أرض لبلد عضو، الرئيس الجابوني يقول الدولة الصحراوية موجودة، لماذا لا نترك المغرب يجلس هنالك كي حول الطاولة الإفريقية وتحت السقف الإفريقي كأفارقة، وما دام الملك يقول هذا فلنقبل المغرب. وكأن القاعة، كأن الرؤساء الحاضرين في تلك القمة يناير الماضي غالبيتهم قبلوا بأنه طيب لنترك المغرب ما دام دولة إفريقية وما دام يحترم الميثاق وما دام مستعد للتعاون، فالدولة الصحراوية وجميع الأصدقاء قبلنا بذلك. عندما وبعد دخوله مباشرة حاول أن يتملص من هذه التعهدات، وحاول في عدة اجتماعات أن يعرقل حضور الدولة الصحراوية، تغير موقف الدول الإفريقية بما فيها. تقصد لما حدث في دكار مثلا؟ في دكار وفي أثناء الشراكة مع اليابان، وفي عدة مناسبات، في اجتماعات فرعية للاتحاد الأفريقي في كل من القاهرة وتونس وكيغالي وعدد من الاجتماعات الفرعية اللجان التقنية المتخصصة، حاول المغرب أن يعرقل هذه الاجتماعات. والآن ستأتي إلى القمة المقبلة تقارير من جميع هذه الاجتماعات خلال السنة تثبت كلها أن المغرب أثبت نية للعرقلة وزرع عدم الاستقرار، وهذا شكل حرج كبير لكل الدول بما فيها الدول كانت قريبة إلى الأمس القريب، قريبة جدا من موقف المغرب وعلى الأقل سياسيا. لكن مسعى المغرب في الجلوس إلى جانب الدولة الصحراوية على حساب الدولة الصحراوية وعلى حسابي أو ضد المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي أو موقف الاتحاد الأفريقي من القضية الصحراوية، هذا من المستحيلات السبع، من غير الممكن أن يغير المغرب موقف الاتحاد الأفريقي من القضية الصحراوية. مرتبط بميثاق، مرتبط بقانون تأسيسي. نعم.
ومن غير الممكن إطلاقا أن يكون دخول المغرب وانضمام المغرب للاتحاد الأفريقي على حساب الدولة الصحراوية، بل بالعكس، العكس هو الصحيح، أن جلوس المغرب إلى جانب الدولة الصحراوية نحن نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن المغرب لا يمكن له أن يغير الجغرافيا، والدولة الصحراوية هي جارة للمملكة المغربية، وهدف المجتمع الدولي وهدف الاتحاد الأفريقي هو السلام والاستقرار والتعاون، وبالتالي المغرب ملزم بالتعامل والتعايش مع الدولة الصحراوية. وحان الأوان بعد 40 سنة من الحرب والمواجهة بين الدولة الصحراوية والمملكة المغربية، حان الوقت أن يفهم حكام المغرب، يفهم الملك محمد السادس ومستشاروه، أنه حان الوقت للاعتراف بأن الواقع الوطني الصحراوي الذي تمثله الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي وعلى الصعيد الدولي واقع لا رجعة فيه، وأن الدولة الصحراوية حقيقة، وأن القفز على هذا الواقع سيمكلف جدا للمغرب ومكلف لكل دول المنطقة وغير مقبول، مرفوض دوليا، وهذا يتأكد يوما بعد يوم، يتأكد على صعيد الأمم المتحدة، لأن المغرب لا يمكن مصادرة. سنتحدث عن الأمم المتحدة، لكن أريد أن أسأل سؤال يعني. وغير مقبول ولن تقبله أوروبا مهما كان موقف فرنسا ومهما كان موقف إسبانيا، الاتحاد الأوروبي لن يشرع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. طيب أخي الوزير، قلت أن المغرب مباشرة بعد دخوله للاتحاد الأفريقي بدأ فعلا يتملص، يحاول التملص من التزاماته اللي هي توقيعه والتزامه بقانون تأسيس الاتحاد الأفريقي. ونلاحظ أنه تغيب عن اجتماع خصص الصحراء الغربية على مستوى مجلس السلم في مارس الماضي، تغيب عن مجتمع آخر مخصص للمخدرات والشباب إلى غير ذلك في الأديس، أثار المشكل الذي أثاره في ذكار وأفشل القمة تشارك أو يعني الاجتماع التشاركي للمالية تقريبا في ذكار، تصرف فاضح جدا، تصرف غير دبلوماسي، تصرف يعني مخزي جدا في الموزمبيق في قمة شراكة بين الاتحاد الأفريقي واليمن، لكن مؤخرا تصرف بشكل يعني هادئ جدا في قمة أبيدجان. هل هذا تغيير في الاستراتيجية أم هي محاولة لتحضير الأجواء قبل القمة الرؤساء المقبلة للاتحاد الأفريقي في يناير؟ يعني لماذا هذا التغير المفاجئ؟ لأنه نفس التصرف تصرفه على مستوى المتحدة، لأنه نفس التصرف البلطجي كما يسمى أو الشمكري كما يسموه المغاربة تصرفه أيضا مع مجموعة 24 في دورتها العادية وحتى في اجتماعها قبل ذلك أظن في الإكوادور لا أذكر جيدا. إذن لماذا هذا التغير المفاجئ في 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 في, في السلوك ومحاولة الحضور بشكل عادي إلى جانب الجمهورية الديمقراطية مع القلعة التي تعتبر قلعة المغرب أي الاتحاد الأوروبي؟ هذا هو الذي يدفع بالتأكيد أن المواقف التي يتخذها الملك والحالي والحكومة الحالية أو المستشارين للملك الحالي، هذا هو الذي يدفع بالقول أن القرارات التخذ لها يطبعها نوع من الارتجال ونوع من الصبيانية حتى ونوع من القرارات هواة، فهناك مواقف يتراجع عنها الملك بسرعة لأنها مواقف غير مدروسة أو مواقف قد تكون بدفع من لوبي داخل القصر ومن مجموعات ضغط حول الملك، فيعطي الملك إشارة إلى التوجه نحو الغرب، فبعد ذلك في ظرف وجيز يقول العكس، يقول أن يجب أن تتجهوا نحو الشرق. فهذه المواقف هي التي تجعل أن النظام الحالي في ارتباك كبير لنتيجة لعدة أسباب. السبب الأول هو أزمة هيكلية داخلة في داخل المغرب، المغرب الذي يبيع صورة من النماء وصورة من الاستقرار السياسي وصورة من المغرب يعني وتغذيها كتابات مأجورة ومدفوعة الثمن سلفا ولوبيات تكذبها ويكذبها واقع المغرب، واقع إفلس حقيقي اقتصادي واجتماعي. المغرب، الشعب المغربي يعيش أزمة خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، الفقر، الجهل، القمع، هذا جعل النظام
نظام محمد السادس في ارتباك كبير، وجعل القرارات تتخذ بهذه الصفة ارتجالية. في المغرب يسمونها غضبات الملك، فيستيقظ صباحا ويتخذ بعض المواقف التي ربما بدفع من مستشاره أو باستشارة بعض الأصدقاء الأجانب يتخذ بعض المواقف التي لا تصمد أمام الواقع. فمثلا محاولة الدخول إلى الاتحاد الأفريقي في كيغالي وتجاوز كل المساطر ربما أوهم للملك الذي كان يفرض بكثير من التودد وكثير من الإلحاح بعض زيارات الدول وتصورها التلفزة المغربية وبعض الأوساط الصحفية أنها زيارات، أن الملك اكتسح أفريقيا في الوقت الذي كانت المغرب كان يزور دولة ويبعث مبعوثين لعدد من الدول يطلب أن يتم استقبال الملك بإلحاح وبكثير من الاستجداء والتودد للدول، وكان هذا يحرج الكثير من الدول. نستقبل الملك، ليس هذا في أجندتنا، لماذا هو أتي الآن؟ فكل هذا في الوقت الذي الصورة التي تباع للرأي المغربي وللرأي الدولي أن الملك وكأنه فاتح وكأنه آتى بطارق مرزية نعم. فالمشكل أن الملك يحتاج للصور، يحتاج للصور لبيع هذا للرأي المغربي وكأن الملك شخصية دولية مهمة ولها تأثير عالمي على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العالمي وعلى صعيد الأمم المتحدة، ويحاول أن يعزز هذه الصور التي يبيعها على الصعيد الداخلي والخارجي بالكثير من الندوات على في المغرب والمنتديات واللقاءات. إلا أن أركان العالم ومراكز القرار في واشنطن وباريس ومدريد وموسكو والصين وغيرها من وفي الأمم المتحدة تعرف حقيقة المغرب، وتعرف أن المغرب الآن يوجد على حافة الهاوية النهائية باعتبار أن المديونية تجاوزت الخطوط الحمراء، المغرب يوجد في سلم الدول في ذيل في السلم التنمية البشرية في التعليم وفي الصحة، وفي المغرب يعيش في قرون الغابرة، بحيث مثلا دولة تقول أنها دولة وصلت درجة من النمو ما زالت لا توجد فيها طرق، ما زالت بعض المداشر الماء الشرب. فهناك أزمة حقيقية داخل المغرب، وأزمة أصبحت الخطير بالنسبة للعرش هو أنها أزمة سياسية. ما قيل عن الدستور 2011 لم يأتي بجديد، الملك ما زال هو الحاكم الأوحد الوحيد والأوحد، الحكومة ليست لها أي صلاحية، والبرلمان ليست له أي سلطة، وبالتالي الملك مع هذه الأزمات يقول أن الحكامة ويجب أن نراجع النموذج المغربي، ويحاول إيجاد يعني أن هناك عراقيل في السلطة وفي الإدارة في الوقت الذي هو المسؤول عن هذه الفشلات وهو المسؤول عن الأزمة. المهم أن هذه الوضعية الداخلية المغربية هي التي كذلك تثبت أن كل القرارات التي تتخذها على الصعيد العالمي بما فيها على الصعيد الأفريقي هي مرتجلة وتطبعها صفة الهواة. نعود إلى هذا تقريبا الأخ الوزير، يعني أنا قبل أن نطرح سؤال أريد أن أسأل فقط سؤال هامشي، لماذا الرئيسين فقط قام بجولة أو بزيارة قبل القمة، ماكرون ومحمد السادس؟ هل في هذا يعني نوع من أهداف معينة؟ هل كان ماكرون بزيارة لست دول قبل القمة وزيارة محمد السادس إلى بيجن أيضا في إطار تغطية أو في إطار أهداف؟ ما هي الأهداف من هذه الزيارة التي برمجت فقط مع أيام القمة؟ لا، هو الهزيمة كانت كبيرة ليس فقط للمغرب ولكن لفرنسا. تقاطع المصالح بين المصالح الفرنسية والمصالح الإيفوارية جعلت المغرب يوجد في وضع صعب. لماذا؟ لأن الحسن وطرا وساحل العاج يحتاج إلى هذه القمة، يحتاج إلى هذه القمة لأن هناك مسألة شرعية في ساحل العاج
وهناك مسألة الاستقرار. فالحسن الوتراء يحتاج إلى هذه القمة، بالإضافة إلى أن القمة بقرار من الاتحاد الأفريقي وقرار مشترك مع كذلك الاتحاد الأوروبي. وترى كان تحت نيران ليليزي ماكرون فرنسا، التي كانت تظن أنه بإمكان القمة أن تكون على حساب الدولة الصحراوية بغياب تغييب الدولة الصحراوية. هذا صرح به وزير خارجيته وزيارة المغرب. نعم، وكان تحت نار محمد السادس الذي جعل من أبيجان في السنوات الأخيرة وخاصة مع مجيء الحسن الوتراء الذي غير موقف كوت ديفوار، لأن كوت ديفوار منذ 1975 وتتذكرون أن سيمو أكي لجنة تقصي الحقائق الأممية التي زارت الإقليم تحت الإدارة الإسبانية في سنة 1975 كان يقودها سفير ساحل العاج ساحل كوت ديفوار في الأمم المتحدة، وهو التقرير الذي أكد أن الشعب الصحراوي مجمع على الاستقلال وأن الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي والوحيد، وأن الشعب الصحراوي يرفض في ذلك الوقت المطالب المغرب وولداده في ذلك الوقت. فمنذ ذلك الحين وكوت ديفوار لها موقف محايد ولم تتخذ أي موقف لا في الأمم المتحدة ولا في حركة بلدان عن انحياز ولا في الوحدة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي ضد الدولة الصحراوية ضد الدولة الصحراوية وضد الشعب الصحراوي حتى أتى الحسن الوتراء. فإذا محمد السادس لأسباب معينة جعل من أبيجان من ساحل العاج باعتبار أنها من الدول الفرنكوفونية الهامة جعل منها الحليف الأول، وحتى أصبح التعامل معها أفضل من التعامل مع السنغال مثلا، مع السنغال ومع غيني ومع غابون إلى آخره. فكذلك بعض الاستثمارات الشخصية للملك وتبييض الأموال وجهتها الأساسية كانت كذلك ساحل العاج. فماكرون ومحمد السادس كانوا يظنون أن موقف الحسن الوتراء أساسي في نجاح القمة، ولكن مصلحة ساحل العاج ومصلحة الحسن الوتراء أن القمة تكون والضغوط التي كانت تمارسها فرنسا ومارستها فرنسا ومارسها الملك المغربي شخصيا على وتراء كانت أليمة بالنسبة له، ولكنه أمام خيار أن لا تكون القمة وأن تلتئم القمة في أديس أبابا عاصمة الاتحاد الأفريقي مقر الاتحاد الأفريقي كما قررنا في المجلس التنفيذي، كانت ضربة قوية ليست فقط لساحل العاج بل لفرنسا. لماذا؟ لأن قلت تقاطع المصالح، لأن فرنسا تريد أن تكون هذه القمة في دولة فرنكوفونية وتكون أساسا في ساحل العاج، لأن فرنسا تدخلت بقواتها وفرضت الحسن الوتراء رئيسا لساحل العاج كوت ديفوار، وفي صراع مفتوح الآن على الساحة الإفريقية في الساحة على مستوى الساحة الإفريقية بين الدول الاتحاد الأوروبي والصين وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، هناك صراع آخر خفي بين دول الاتحاد الأوروبي في حد ذاته. فالفرنسيون لا يرغبون في أن تكون هذه القمة خارج دولة فرنكوفونية وخاصة خارج ساحل العاج، يجب أن تكون في أبيجان لضمان بعض المصالح، وخاصة أن ماكرون في هذه الظروف بالذات يقوم بمحاولة إخراج القوات الفرنسية من مالي ومن دول الساحل واستبدالها بقوات محلية والجروب دي سانك مجموعة الخمسة في دول الساحل التي تحاول فرنسا جمع المال لها من أجل مواجهة الإرهاب. فكانت هذه القمة أساسا مهمة أن تكون في دولة تعتبرها فرنسا أرضا فرنسية. في الوقت الذي لا ترى بعض الدول الأوروبية الأخرى أهمية في ذلك، والدول الأوروبية تقول في غالبيتها وفي مجملها أنه ليس من حق فرنسا أن تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي
وأن تملي على الاتحاد الإفريقي من يحضر ومن لا يحضر. وبالتالي كان هناك إجماع ما عدا فرنسا من داخل الاتحاد الأوروبي أن كما قرر الاتحاد الإفريقي يجب أن تكون القمة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، لأن الفرنسيين كانوا يريدون أن تبقى الفورمات، أن تبقى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا ليس الاتحاد الإفريقي. فتغيير الاتحاد الإفريقي للصيغة من اتحاد أوروبي أفريقيا إلى اتحاد إفريقي اتحاد أوروبي لم تجد تأييدا فرنسيا، وهذا هو الذي جعل فرنسا والوزير الخارجي الفرنسي بأسبوع قبل انعقاد مجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حاول محاولة أخيرة بذهابه للرباط وبتصريحه من هناك بأن نعم بأن فرنسا يجب أن القمة المقبلة تكون بين الاتحاد الأوروبي والدول ذات السيادة، في إشارة غير مباشرة للدولة الصحراوية، وكأن السيادة تحددها فرنسا، لأن السيادة هي ملك للشعب الصحراوي والسيادة هي للشعوب والشعب الصحراوي سيد. وبالتالي هناك كان فشل كبير، هذا هو سبب الزيارات هذه. نعم، ولكن هناك شيء آخر، هو أنه لم يكن من الممكن إطلاقا أن تكون قمة بين الاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد الأفريقي بدون الدولة الصحراوية، لا يمكن، لا اليوم ولا غدا كما وقع في أبيجان. بالعكس، المسار الذي الحالي هو أن الدولة الصحراوية التي تبوأت مكانتها على الصعيد الأفريقي فرضت نفسها ليس فقط على المغرب ولكن على فرنسا وإسبانيا. أما أوروبا الأخرى 28 دولة أوروبية ليست ضد الدولة الصحراوية، أوروبا ليست ضد الدولة الصحراوية، العرقلة عرقلة سيادة الشعب الصحراوي كاملة على أرضه تأتي من باريس ومدريد، وخاصة من باريس. مدريد تتبع لباريس لموقف في النهاية، وخاصة في الظروف الحالية الإسبانية تتبع في النهاية لموقف فرنسا. فرنسا هي التي تعرقل، ولكن فرنسا ستجد نفسها أمام وضع صعب وفي عزلة كما حصل الآن. لو كانت فرنسا قادرة على تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من الداخل لفعلت بدون أن يظهر ذلك كموقف منفرد لفرنسا، كانت تمرر هذا الموقف من داخل الاتحاد الأوروبي. لكن العزلة المغربية والتواطؤ الفرنسي مع المغرب جعل فرنسا تدفع ثمن تواطؤها مع يعني الدولة المغربية، يعني بشكل مباشر، يعني محتل الحقيقة الصحراء الغربية يظهر بشكل مباشر. لا، ولكن ولا 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 نعم، ولكن كذلك الأهم من ذلك أن هذا التواطؤ مع المغرب جعل أن السياسة الفرنسية تجد عزلة داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا مهم جدا. إذن أبيجان كانت حسم لمعركة بدأت منذ عدة سنوات، عندما أراد المغرب أن يعيد الكرة من جديد برجوعه إلى الاتحاد الأفريقي على حساب الدولة الصحراوية. هذا التكريس للدولة الصحراوية هو ناتج عن تراكم نضالات الشعب الصحراوي وانتصارات الشعب الصحراوي على مدى أربع عقود، وكثير من التضحيات، من الدم، من العطاء، من الصمود، من الشموخ، من مواجهة من إرادة الصلبة التي عبر عنها الشعب الصحراوي ويعبر عنها. فإذا من المفيد جدا أن المشاهد صحراوي وغير صحراوي أن يعرف أن هذا الواقع الذي تمثله الدولة الصحراوية هو واقع وطني جهوي ودولي. فأبيجان أكدت أن الدولة الصحراوية ستتبوأ مكانتها على صعيد الأمم المتحدة وعلى صعيد العالمي مهما حاولت فرنسا ومهما عرقلت فرنسا. هذا هو المسار. يمكن لفرنسا والمغرب أن يجعل أن هذا المسار يطول و
يمكن لهم أن يقوموا بالكثير من المناورات ومن المؤامرات ومن الدسائس ومن العراقل، ولكن هذا لن يجدي نفعا وستتبوأ الدولة الصحراوية مكانتها في الأمم المتحدة. منذ عام استضفتكم الأخ الوزير في هذا البلاتو تقريبا، يعني قبل انضمام المغرب آنذاك، كان الحديث في ديسمبر، أتذكر في ديسمبر يعني قبل انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، وقلتم أن المغرب إذا دخل الاتحاد الإفريقي سيكون في مأزق، وإذا بقي خارج الاتحاد الإفريقي سيكون في مأزق. الآن وبعد سنة من ما قلتم، كيف ترى المغرب وضعيته الآن؟ هو يوجد في وضعية والد الحسن الثاني سنة 1983. الحسن الثاني قبل بالاستفتاء، ولكن عندما قرر الاتحاد الإفريقي المفاوضات بين الطرفين وبتحديد تاريخ الاستفتاء رفض الحسن الثاني. فمن هناك تغيرت تماما منظمة الوحدة الإفريقية، وتم تجسيد انضمام النهائي للدولة الصحراوية لمنظمة الوحدة الإفريقية وانسحب المغرب. محمد السادس قبل بمخطط عفوا بالقانون التأسيسي وبقرارات الاتحاد الإفريقي الآن. طيب، المغرب يجلس في نفس القاعة إلى جانب الدولة الصحراوية، ولكن المغرب يحتل. هل المغرب يظن أنه بإمكانه البقاء عضو في الاتحاد الإفريقي وهو يحتل أجزاء من بلد عضو؟ غير ممكن إطلاقا، لأنه النقاش سيكون ساخن كل يوم. فهل يظن المغرب أن الاتحاد الإفريقي سيؤيد ويشرع احتلاله؟ لا طبعا لا. فسيجد المغرب نفسه في عزلة وفي ورطة أكبر، فيا إما أن يختار السلام، وهذا قرار هل بإمكان العاهل الحالي الملك الحالي أن يتخذه؟ اتخذه الحسن الثاني. الحسن الثاني عندما رأى أن الحرب مكلفة وأنه لا يمكن له القضاء على مقاومة الشعب الصحراوي وعلى إرادة الشعب الصحراوي التي عبر عنها بالدم، استطاع الحسن الثاني أن يقول للمغاربة أنا سأذهب للاستفتاء، وإذا اختار الصحراويين الاستقلال فسيكون من أول من يعترف بدولتهم، وأول من يبعث السفير في العاصمة في المدينة التي يختارونها كعاصمة له. الحسن الثاني اتخذ القرار لأنه كان هو الذي اتخذ قرار الحرب وأدار الحرب وأدار هيئة الأركان، وكان يتابع المعارك في 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 النهار وفي الليل، وكان يدير العمل الدبلوماسي، وكان متحكم من ومسيطر. فعندما تأكد أن مسعاه لن ينجح وأن خطته لن يكتب لها التوفيق، قرر بكل شجاعة أن يتنازل عن هذا المسعى وأن يبحث عن السلام. حاول أن يعرقل للاستفتاء وأن يزور للاستفتاء، ولكنه كان متأكد أن الحل هو إعطاء الكلمة للشعب الصحراوي واحترام في النهاية قرار الشعب الصحراوي. هل محمد السادس منذ 1999 حتى الآن 18 سنة، حسن ثاني اتخذها الموقف بعد 16 سنة من الحرب، هل 18 سنة من حكم محمد السادس وجلوسه إلى جانب الدولة الصحراوية سيكون بداية للتفاهم مع الدولة الصحراوية؟ هذا سؤال. هناك خياران، خيار الأول هو توصل الدولتين الصحراوية والمغربية إلى السلام عبر الوصول إلى اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية إلى آخره، تفتح المجال للتعاون بين الشعبين ولطي صفحة الماضي ولفتح المجال كذلك والأفق أمام البناء المغاربي والسلام في المنطقة، أو الذهاب للاحتكام إلى الشعب الصحراوي صاحب كلمة الحق صاحب كلمة الفصل الذي سيقول كلمته عبر استفتاء حر كما تقول المتحد. فهناك يعني المسائل الحالية، هل المغرب سيتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي،
هذا ما ستقوله هنا الأيام المقبلة. إنما هناك شيء أكيد هو أنه على صعيد العالمي أن الدولة الصحراوية واقع لا رجعة فيه، وأنه مهما حاول الملك الحالي وحكومته نكران هذا سيكون ذلك غالي الثمن، وسيجعل نظام العلوي في المغرب بين قوسين، لأن المغرب الشعب المغربي لن يقبل باستمرار وضع لا يمكن أن يطاق مهما كانت عمر طويلا ونتائج وخيمة. هذه الأزمة الهيكلية المغربية استفحلت إلى درجة أنه ربما أزمة الحالية التي يعيشها النظام المغربي هي التي تجعل نوع من التخوف فرنسي إسباني ومن الجيران وحتى من الصحراويين. نحن نريد الاستقرار للمغرب، نحن لا نريد أن يقع انفجار خطير في المغرب، نحن نريد المغرب، مغرب مستقر، مغرب يحترم حدود جيرانه، مغرب ينهي الاحتلال، ينهي التوسع، ينهي البحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله ويلفت بها أنظار الشعب المغربي إلى قضاياه الداخلية والوطنية. نحن نريد مغرب ديمقراطي ومغرب يتمتع فيه المغاربة بالمواطنة بدل أن يكون رعايا لا حول لهم ولا قوة، وأن تكون مؤسسات في المغرب حقيقية، أن تكون حكومة تمثل إرادة الشعب المغربي وبرلمان يمثل إرادة الشعب المغربي. مع كامل الأسف هذا غير موجود، موجود نقيضه، وهذه مشكلة المغرب. إذن هناك أتحدث عن القمة، قمة أبيجان. جلست الجمهورية الصحراوية الديمقراطية مع دول أوروبية، العديد من الدول الأوروبية، ربما من الدول من لا يعرف الجمهورية كان أو لا تعرفه الجمهورية، جلسة وربما حدثت لقاءات إلى غير ذلك. نحن الآن في مرحلة المعركة القانونية، معركة يعني قرار محكمة العدل الأوروبية 21 ديسمبر 2016، والذي يعني يقر أن لا حق يعني ولا إمكانية لتمديد أي اتفاق شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الصحراء الغربية، لأنها أرض ثالثة وأنها يعني جزء ثالث وأن لا علاقة بين الصحراء الغربية. إلى أي حد ستساهم مشاركة الدولة الصحراوية وجلوسها إلى جانب الدول الأوروبية في عرقلة مساعي فرنسا الآن من داخل أوروبا وإسبانيا للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية، ومحاولة يعني قراءته قراءة أخرى والقفز عليه والالتفاف على قرار المحكمة من أجل المس من الثروة الطبيعية للشعب الصحراوي؟ أولا الدول الأوروبية تعرف الدولة الصحراوية، وبالعكس القضية الصحراوية قضية دولية معروفة، وعلاقات الدولة الصحراوية بغالبية الدول الأوروبية هي علاقة لم ترقى لحد الساعة إلى الاعتراف بالدولة الصحراوية وإلى تبادل دبلوماسي، ولكن هناك اعتراف ضمني لدى غالبية بالدولة الصحراوية لدى غالبية الدول الأوروبية. لا يوجد اشمئزاز في الحديث وفي التعامل وفي اللقاءات، كانت تقريبا عادية تماما ما عدا الفرنسيين، وكذلك مع الفرنسيين نحن نتحدث مع ماكرون، تحدث معه وزير خارجيته، فهذا شيء طبيعي جدا. و قمة أبيجان ستلقي بظلالها على مواقف الاتحاد الأوروبي وعلى المتحدة على مسار التسوية، وكما قلت أن المساران، مسار المعركة على الصعيد السيادي في مسألة السيادة الاعتراف الدولة الصحراوية ومكانتها على الصعيد العالمي، والتعاطي مع الأمم المتحدة، يعني والمسار الآخر مسار التعاطي مع الأمم المتحدة. هناك جدلية، فلا شك أن أبيجان ستؤثر على ما بعدها وستعزز داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الأمم المتحدة أن طول الزمن وأن كل المناورات والالتفات إلى اتجاه آخر وعدم الاكتراث بمعاناة الشعب الصحراوي والسكوت عن ما يجري من قمع ومن نهب للثروات
عدم ربط العلاقات مع الدولة الصحراوية. كل هذا لن يجدي نفعا، لن يغير الواقع، هذا الواقع الذي يسمى الدولة الصحراوية. فسيلقي هذا إذن بظلاله على تعامل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ففرنسا وإسبانيا مثلا تحاول الآن لي زناد العدالة الأوروبية لكي يتم تجاوز وانتهاك صريح لقرار المحكمة الأوروبية بإيجاد مخارج عرجاء مشبوهة، حل تقني يسمونه حل تقني وغير ذلك، حل مزور وليس تقني، وخرق سافر لقرار المحكمة الأوروبية. هذا سيجعل العزلة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي تتعمق. فكما تتذكر أنا قلت أن المغرب خارج الاتحاد الأفريقي هو في عزلة، وإذا دخل سيكون في عزلة أخرى. في فرنسا أقول اليوم أن الموقف الفرنسي سيكون في عزلة مضطردة متصاعدة إذا ما تمادت فرنسا في موقفها، والمؤشرات تدل أن، وبعد تصريح ماكرون الأخير زيارة الجزائر، تدل أن مع كامل الأسف سياسة المامونية والرشاوة والضغط باللوبيات والتحرك في ظلام الذي تقوم به بعض الأوساط الفرنسية من أجل التأثير على ليليزي، على الحكومة الفرنسية، ما زالت تجد صدى. هل هذا لأوضاع داخلية فرنسية مؤقتة، أم هل هو موقف عميق يعبر عن مصالح؟ نحن نعتقد أن هذا الموقف على كل حال يتنافى تماما مع المصالح الفرنسية. وإذا ما تمادت فرنسا في هذا ستجد نفسها في ورطة أكبر وفي عزلة أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد الدولي. إذن نحن نرشح تطور إيجابي على الصعيد الأوروبي مهما حاول الفرنسيين، يعني بدون فرنسا لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يوقع مع المغرب اتفاقيات بدون تأثير الفرنسي لا شك والإسباني، ولكن هذا سيعمق من العزلة الفرنسية وسيعمق من الهوة الموجودة بين غالبية الدول التي تريد، للدول الأوروبية التي تريد موقف أوروبي يحترم القانون، يحترم المحاكم، يتماشى مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويساهم مساهمة إيجابية في إيجاد الحل السلمي على أساس احترام القانون وعلى أساس احترام قرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي التي كلها تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال. فإذا تمادي فرنسا في موقف لا مبرر له أصبح يجد مواجهة من داخل الاتحاد الأوروبي. هذا مهم جدا، وهذا هو الذي ثبت في أبيجون. لو كانت الاتحاد الأوروبي انساق ورأى الموقف الفرنسي الإسباني الخجول الذي يوجد تحت الطاولة، الموقف الإسباني، لكانت القمة قد فشلت، وفشلت في أبيجان، ولكنها ستنجح في أدي سبب. لماذا؟ بشروط الاتحاد الأفريقي، بشروط الاتحاد الأفريقي وشروط الاتحاد الأوروبي. إذن تنازل وسألتني سؤال لم أجب عنه في وقته، لماذا هذا التغير في الموقف عندما قام المغرب الدنيا ولم يقعدها، وفرنسا معه بأن القمة ستكون قمة بحضور المغرب وبطرد الدول الصحراوية، وكوت ديفوار تقول أنها لا تعترف ولن تدعو الدول الصحراوية، وبعد ذلك كأن شيء لم يكن، وكأنها سحابة صيف مرت في أجواء يعني معينة. هذا دليل أن الموقف الفرنسي مرشح اليوم أكثر من أي وقت مضى لتغير في العمق، لأن المصالح الفرنسية تقتضي نوع من التحرك على الصعيد الأفريقي
وعلى الصعيد المغاربي وعلى صعيد الساحل لا يمكن أن يجد تأييدا ويجد تفهما ما دامت فرنسا لها نفس الموقف من القضية الذي قاله ماكرون. طيب كنت سأدخل المسار الثاني، المسار الثاني يعني المسار التعاطي مع الأمم المتحدة والذي تطرقت لهم في عدة محطات، لكن أثار انتباهي رسالة الرئيس الأخيرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت رسالة يعني تؤكد على نقاط هامة وهامة جدا خصوصا فيما يتعلق بالقرقرات. نحن نذكر أنه أبريل الماضي في القرار الأخير لمجلس الأمن كانت هناك نقطة متميزة واضحة جدا بوضوح على أن لابد من لجنة تقنية للتفاوض على المعبر، وكانت رسالة الجبهة إلى الأمان العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عشية مصادقتها على القرار، وهي التي فتحت تقريبا يعني جرت البساط من تحت مناورات المغرب وفرنسا، تؤكد على أن القوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أعادت الانتشار في المنطقة وتحتفظ بحقها في حالة لم يحل مشكل المعبر. إلى حد الساعة تقريبا 6 أشهر تمضية أو 7 يعني من قرار مجلس الأمن، ولا حد الساعة لم تتخذ أي إجراءات، وهناك رسالة الرئيس التي كانت نوع من التنبيه وربما نوع من التهديد. يعني ما السبب في ظهور هذه الرسالة؟ تأخرت أم لم تتأخر لا يهم، لكنها جاءت بعد زيارة الأمين العام، بعد زيارة المبعوث الشخصي الرئيس الألماني السابق، وجاءت أيضا بعد الاجتماع الذي تم على مستوى مجلس الأمن لتدرس القضية الصحراوية لغير ذلك. يعني فما هي الخلفيات في هذه الرسالة، وما العمل في هذه المرحلة من أجل يعني الدفع بالقضية نحو الأمام على مستوى الأمم المتحدة؟ لا، هو رسالة الأخ رئيس إبراهيم غالي لنا من العام الأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريس واضحة، لا وجود لشيء اسمه معبر. الجدار الذل والعار قبلته الأمم المتحدة باعتبار أنه هو الخط الفاصل بين القوات، لا يمكن للقوات الصحراوية أن تتجاوزه غربا، ولا يمكن للقوات المغربية أن تتخطاه شرقا. فإذن تغيير، أي تغيير في هذه الوضعية هو مس وخرق لوقف اطلاق النار، اتفاق وقف اطلاق النار. نعم، هو الاتفاقية رقم واحد، العسكرية رقم واحد. المغرب من جانب واحد فتح هذاك المعبر، وفي وقته الأمم المتحدة كاتبت المغرب عندما اتصلت الجبهة بالأمانة العامة للأمم المتحدة تنبهها على أن المعبر يعد خرقا لوقف اطلاق النار. الأمم المتحدة بهذا الوقت طلبت من المغرب أن يغلق المعبر. الالتزام الذي التزم به مجلس الأمن والأمين العام للمتحدة أن يتم بعث لجنة تقنية لدراسة الموضوع ولحل هذه الإشكالية. لحد الساعة لم تقم الأمم المتحدة ببعث هذه اللجنة، وبالتالي الوضع يمكن أن يعني يتجدد، أو القرقرات الثانية يمكن أن تكون القرقرات التي تشعل فتيل الحرب. تقصدون تشعل فتيل الحرب؟ نعم. الخطورة تكمن هنا، تكمن في عرقلة المغرب للأمانة العامة للأمم المتحدة في بعث اللجنة التقنية، وكون المنورسو الآن لم تتمكن من قفل المعبر. فالوضع هذا هو، يمكن أن نسجل أن التحرك البطيء الأخير للمبعوث الشخصي الناتج عن ترتيبات تقنية فيما يخص تكوينه لفريقه
وإلى ما ذلك. الاطلاع على الملف. نعم نعم. وثم زيارته الأولى ربما تكون من الأسباب التي يمكن القول أنها قد أخرت البعثة، بعثة التقنية. لكن من الضروري أن تتحرك الأمم المتحدة من أجل قفل هذا المعبر الذي لا يمكن للطرف الصحراوي أن يقبله على الإطلاق. إذن هناك المعبر لم يقفل ولم يتم التفاوض عليه، هناك مكون إفريقي في بعثة الأمم المتحدة لم يعد لحد الساعة، هناك طلب في جنيف سابقا في إطار إجراءات ثقة بين الطرفين حيث طالبت الأمم المتحدة بفتح معابر برية لتكثيف الزيارات ورفض المغرب فتح أي معبر. إذن في ماذا تساعد هذه المعطيات من أجل الضغط على تحريك الملف؟ لا، الملف فيه عوامل قوية جدا تثبت وتفرض على الأمم المتحدة من أجل تلافي وتحاشي الرجوع إلى المربع الأول أن تتحرك. فالمبعوث الشخصي الذي أكدنا له كطرف صحراوي استعدادنا للتعاون معه ومع الأمين العام للأمم المتحدة على أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة على أساس تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما تقول قرارات مجلس الأمن، الأمين العام ومبعوث الشخصي عليهم أن يتحركوا بسرعة. لكن الإشكالية ليست لا في المعبر ولا في اللجنة التقنية ولا في رفض المغرب ولا في العرقلة المغربية. الإشكالية الكبيرة الموجودة على مستوى هذا الملف هو كون الإشكال أصبح يوجد داخل مجلس الأمن، وأن مجلس الأمن المشكلة أصبحت أصبح مجلس الأمن جزء من المشكل، يعني بدل ما دام يكون جزء من الحل أصبح جزء من المشكل. نعم، بدل أن يكون صانع السلام أصبح هو المعرقل لعملية السلام. كيف تتحدثون عن مجلس الأمن بشكل تضامني كلي؟ لا، نتحدث لأن حياد الدول ذات العضوية الدائمة أمام الموقف الفرنسي المعرقل لمساعي المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من آخر معاقل إفريقيا تجعل أن مجلس الأمن أصبح عرقلة، شريك يعني كومبليس مع فرنسا، أصبح عرقلة، أصبح جزء من المشكل. ما دامت فرنسا تعرقل بصراحة تنظيم الاستفتاء، ما دامت فرنسا تؤيد كل المواقف التي تأخذها المغرب أو على الأقل تتستر على المغرب أو على الأقل تدافع وتأتي بموقف يعني يمنع المغرب من الإدانة أمام مجلس الأمن في مثلا نهب الثروات الطبيعية وفي خاصة حقوق الإنسان، ارتكاب المغرب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويعني ارتكاب جرائم شنيعة همجية ضد الشعب الصحراوي، جرائم خروقات جسيمة لحقوق الإنسان. ما دامت فرنسا تتبنى هذا الموقف فكل مجهودات الأمين العام وبعثه الشخصي وأي لجنة تقنية لن تأتي بالجديد ما دامت كل العرقلة المغربية تجد تبريرا وتجد تأييدا من داخل مجلس الأمن. على أنه نحن الآن مجلس الأمن في قفص الاتهام، يعني مجلس الأمن أصبح بالنسبة لكم بالنسبة للجبهة ومن هنا جزء من المشكل. نعم، هذا من أجل نستخلص أن اللهجة أو العبارات التي وردت في رسالة الأخ الرئيس إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعبر حقيقة عن الخطورة التي تكتسيها قضية القرقرات، باعتبار أن ما دامت العرقلة موجودة داخل مجلس الأمن وليست عرقلة مغربية محضة، هناك عرقلة مغربية لا شك، ولكن التواطؤ الفرنسي ما دامت فرنسا هي دولة عضو لها حق الفيتو فالعرقلة كأن المغرب له حق الفيتو. إذن في هذه الحالة سيد الوزير، عادة ما تطلب الجبهة وتضغط ويضغط معها الاتحاد الإفريقي على مجلس الأمن ويطالب مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة لتحديد تاريخ الاستفتاء دائما، هل بإمكان الجبهة أو هل يمكن للجبهة أن تحدد في هذه الحالة سقفا محددا
زمنيا محددا أن يتم فيه التزام مجلس الأمن بقراراته، أم أن الجبهة ستتخذ مواقف أخرى وهي مجندة الآن بقوة مكانتها في الاتحاد الإفريقي، مجندة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مجندة بعدة قرارات مجلس الأمن؟ هل فيه في الأفق احتمال تحديد سقف محدد لمجلس الأمن؟ لأنه بما أنه أصبح بالنسبة لكم، وهذا كما قلتم ما جاء في إشارة كإشارته جاءت في رسالة الرئيس، على أن مجلس الأمن أصبح جزءا من المشكل بدل أن أصبح جزءا من الحل. لدى الطرف الصحراوي، لدى الجبهة، وفي يد الجبهة أوراق عديدة. إحنا كفاحنا كفاح مشروع، كفاح وطني من أجل الاستقلال الوطني، ونحن كشعب يكافح من أجل الحرية والاستقلال. المواثيق الدولية وكل قرار الدولية تمنحنا الحق في استعمال كل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح من أجل استرجاع حقنا ومن أجل الدفاع عن حقوقنا. ولكن كذلك نحن كدولة داخل الاتحاد الإفريقي إلى جانب المملكة المغربية لنا آليات وميكانيزمات عديدة، منها مطالبة الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات وبفرض على الدولة المحتلة الانسحاب بما فيها التدخل العسكري. وإذا كان المغرب يمكن له توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول تمنحه السلاح وتمنحه الدبابات والطيران والخبراء العسكريين، الدولة الصحراوية كذلك من حقها، وهي دولة تواجه احتلالا أجنبي، أن توقع اتفاقات مع دول اتفاقات عسكرية. فإذا لم نستعمل كل الأوراق التي يمتلكها الشعب الصحراوي، وهذه هي قوة الثورة، ثورات التحرير، وفي إبداعها وفي ممارسة حقوقها. فربما أن بادرة تواجد المغرب إلى جانب الدولة الصحراوية تحت سقف العائلة الإفريقية يعطي فرصة للسلام حول الطاولة الإفريقية. كما قال الرئيس الغابوني، سنحاول وسيحاول الاتحاد الإفريقي لا شك، ورئيس المفوضية الإفريقية في شهر يوليو الماضي وقع مع الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة تفاهم للعمل المشترك في إطار السلام وفي إطار الاستقرار في إفريقيا، لتضافر الجهود حول عدد من القضايا من ضمنها الصحراء الغربية. وهناك كذلك مبعوث شخصي للاتحاد الإفريقي، رئيس دولة سابق، رئيس موزمبيق سابق، وهناك رئيس أوروبي، رئيس ألماني سابق، وهناك إرادة موجودة لدى الاتحاد الإفريقي في التعجيل بإنهاء الصراع بين المملكة المغربية والدولة الصحراوية. وقرار القمة الماضي، قرار في شهر جويلية الماضي، يطالب المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية الدولتان العضوتان في الاتحاد الإفريقي بالتفاوض من أجل تحديد تاريخ الاستفتاء. فإذا الميكانيزمات التي يمكن استعمالها والآليات متعددة، ولا شك أن أسلوب التعقل والحكمة التي سلكتهما الجبهة والحكومة الصحراوية لحد الساعة تثبت أن الشعب الصحراوي شعب محترم وله حق، وقرارات الدولة الصحراوية قرارات متعقلة وموزونة وتأتي بنتائج استراتيجية ونتائج كبيرة. فإذا تمادى مجلس الأمن أو تمادت فرنسا داخل مجلس الأمن في عرقلة مساعي المجتمع الدولي تمكين الشعب الصحراوي من حقه في السيادة والاستقلال والحرية وتقرير المصير، عند ذلك للدولة الصحراوية الجبهة كلمتها. طيب الأخ الوزير، ونحن في ختام الحصة،
يعني الدبلوماسية تحتاج إلى 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 موازين قوى، وميزان قوة الحركة، ميزان قوة الثورة هي الذات. ما المطلوب منا جميعا؟ ما المطلوب من الأرض المحتلة؟ ما المطلوب من الجيش الصحراوي؟ ما المطلوب من الشباب الصحراوي في هذه المرحلة لتعزيز موقفكم التفاوضي وموقعكم التفاوضي يعني بقوة على مستوى يعني المسارين، سواء المسار اللي كرس الدولة الصحراوية وسيادتها، وسواء المسار التعاطي مع الأمم المتحدة والمنتظم الدولي من أجل الحل السلمي المنشود. الالتزام بالكفاح يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، التشبث بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وأد الذهب في هذه الظروف بالذات، لأن المغرب يحاول ضرب الوحدة الوطنية وضرب الدولة الصحراوية وتمثيل الجبهة اللي الصحراويين. فالمؤتمرات المتعاقبة للجبهة أكدت على ذلك، ولا شك أن التطورات الإيجابية التي تثبت أن كل محاولات المغرب وبما فيها محاولة حلفاء الفرنسيين والمال الخليجي لن تثني الشعب الصحراوي عن تبوئ مكانة الدولة الصحراوية لمقعدها في على الصعيد الدولي، تثبت أن هذه العقود وهذا الزمن الذي كان طويلا بالنسبة للكثير من الصحراويين والصحراويات في الشتات وفي اللجوء وفي الأراضي المحتلة، الدرس الذي يمكن أن نستخلصه إذا بكلمة أخرى هو أن استمرار في النضال وفي المواقع، في جميع المواقع، في الأرض المحتلة، في المواقع الجامعية، في 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 الأراضي المحررة، في المخيمات، بالرغم من الظروف، المضي على طريق الشهداء، على طريق الحرية، على طريق الثبات على الموقف، هو الذي سيؤتي بالنتيجة في النهاية، النتيجة التي هي حتمية. الاستقلال الوطني الصحراوي لا مرد له، والمغرب لن ينجح إطلاقا في مصادرة حق الشعب الصحراوي في الاستقلال والحرية، مسألة وقت. أنا أعتقد أن الوتيرة نحو الاستقلال النهائي ونهاية الاحتلال المغربي أصبحت في السنتين الأخيرتين متسارعة، ولا شك أن سنة 2018 إن شاء الله و2019 ستشهد تطورات إيجابية وسيكون لها تأثير جدا على الاحتلال إن شاء الله. أشكرك الأخ الوزير على سعة صدرك وعلى تقبلك الإجابة على أسئلتنا كاملة، وإن شاء الله نتمنى أن نعودك قد أجبنا معا على التساؤلات اللي يطرحها الرأي الوطني وحتى الرأي الأجنبي وحتى الرأي المغربي أيضا حول تطورات القضية الوطنية خصوصا على الساحة الإفريقية. يعني نتمنى للجميع التوفيق. أشكركم سادة المشاهدين على متابعة هذه الحصة، ولنلتقي في حصة قادمة. دمتم في أمان الله. شكرا جزيلا الأخ الوزير، بارك الله فيك. شكرا.